خلف هذه النار حسرة تشتعل في نفس أنس كلما أوقدها. سنوات الدراسة الأربع في كلية الحقوق لم تشفع له بتحقيق حلمه في حمل قضايا الناس إلى المحاكم، بدلا من حمل فنجان قهوة لهم على شاطئ بحر غزة. أنا كان حلمي بما أني دارس قانون يعني أكون في المحكمة بطب المحاماة اللي قيمتي بين المحاميين، طبعا أكون في المحكمة يعني بشكل مباشر. أما لما تخرجت وشفت واقع غزة طبعا أحلامي كلها ماتت، ما لقيت شيء، اضطريت أجي على البحر هنا. أنه يعني كون من حلم أن أكون محامي صرت بياع بسطة على البحر، طبعا هذا إشي سيء وصادم كثير بالنسبة لي. هذا اللحن يبدو متماهيا مع قصص أصحاب العربات المنتشرة بالمئات على شاطئ غزة. تجهيز رؤوس الأرجيلة على يد شاب درس المحاسبة يبدو معادلة صعبة ونتائجها غير منطقية. أحلامي كانت بالدراسة أن أدرس وأخلص تعليمي وأتخرج وأتوظف على شهادتي وأصير زي اللي صاروا محاسبين وصاروا أصحاب شركات وموظفين ومسكين وضعهم بالبلد. كان نفسي أكون شمعة من شمعات البلد. أما العائلة التي تقصد الكورنيش للاستمتاع بالفسحة الوحيدة المتاحة أمامها في بقعة تحاصرها إسرائيل من كل جانب، فتبدو مستسلمة لواقع يعيشه بعض أفرادها بما يشبه حال هؤلاء الشبان على الكورنيش. يعني إحنا كعائلة مثل كل العائلات الفلسطينية بتتوجه على البحر، يعني الوضع لا يستثني أحد. يعني أنا خريج جامعة ولي أخوة خمسة خريجين جامعات وكلهم يعني بلا وظائف بلا يعني عمل. في المكان تتعدد صور اكتساب الرزق بينما قصة خريجي الجامعات واحدة. أعدادهم كما توردها إحصاءات رسمية تجاوزت 21 ألفا خلال السنوات القليلة الماضية، أكثر من 60% منهم بلا عمل. كل ما يأمله الخريجون العاملون على امتداد هذا الكورنيش أن يكون المكان مجرد محطة للوصول إلى أحلامهم التي سهروا لأجلها، أملا ألا تغرق تلك الأحلام في بحر اليأس والبطالة الذي يزداد عمقا يوما بعد آخر. محمد المشهر، وسكاي نيوز عربية، قطاع غزة.